وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والأكاديمي دكتور شمسان المناعي، أهلا بك في نشرة الثامنة. بداية، كيف تقرأ مساهمات أمير دولة الكويت الراحل على مستوى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرنا في هذا اليوم الحزين الذي لا يعتمد على شعب الكويت، إنما في الواقع هو حزين بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية. فالأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رغم الفترة القصيرة اللي حكم فيه دولة الكويت منذ سنة 2020 إلى سنة 2023 ثلاث سنوات، لأنه حقق كثير من الإنجازات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لدولة الكويت ولدول الخليج العربية وللأمتين العربية والإسلامية بحكم الخبرة اللي توفرت عنده من خلال تقلده كثير من المناصب القيادية، فكان نائب رئيس الحرس الوطني وكان وزيرا للداخلية، عندما كان الشيخ سعد العبد الله رحمه الله رئيس للوزراء من أصبح وزير للداخلية منذ سنة 1976 إلى 1986. نعم. في هذه الفترة كان الأوضاع الأمنية في دول الخليج في هناك اختلال في الأوضاع الأمنية بحكم الحرب العراقية الإيرانية اللي ألقت بأثارها على دول الخليج العربية وخاصة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. فحدث في خلال هذه الفترة عندما كان هو وزير للداخلية أحداث كثيرة من الشغب وأعمال، ولكن دكتور شمسان نتكلم عن دور الأمير الراحل في تعزيز مستوى العلاقات بين الدول. نعم، أولا على المستوى الخليجي. نعم. ساهم الأمير الراحل في إيجاد اللحمة بين دول الخليج العربي، فنعرف أن الشيخ صباح الأحمد الراحل اللي هو قبل الشيخ الراحل نواف كان له مشروع في تحقيق اللحمة بين دول الخليج العربية بسبب الخلافات. نعم. اللي حدثت بين هذه الدول. نعم. فلما أتى الأمير نواف الأحمد بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد توج هذه الجهود بتوقيع اتفاق العلا. نعم، إذن الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك.